للحديث أكثر عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس والجولان ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية السيد ماهر حجازي. سيد ماهر، بداية مرحبا بك. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارين بشأن القدس والجولان. بداية، كيف ترى هذا أو هذين القرارين بالنسبة للقضية العربية في إطار الصراع العربي مع الاحتلال الصهيوني؟ تفضل. نعم، بداية تحية لك وللأسادة المشاهدين. يعني اليوم هذان القراران يعني الصادران عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة في مدينة القدس وأيضا الجولان السوري المحتل، يعني قرارات تصب في صالح يعني الصراع العربي الإسرائيلي، وهو يعني إقرار بأن هذه الأراضي العربية أراضي محتلة من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي، وهي يعني تضاف إلى سلسلة من القرارات يعني الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة عام 1967، وأيضا يعني لكن هو يعني يأتي في إطار أنه هناك العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك أيضا يعني العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يتعلق بالاستيطان، فيما يتعلق باحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 67، فيما يتعلق أيضا بالاستيطان والتهويد في مدينة القدس المحتلة. لكن هذا الاحتلال الإسرائيلي يعني لا يلتزم بالقرارات الدولية ولا يلتزم بكل ما يصدر عن قرارات من الأمم المتحدة ومجلس مجلس الأمن. نعم، القرار المتعلق بالقدس اعتبر كل القرارات والقوانين الصادرة من سلطات الاحتلال لاغية. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من قرار الأمم المتحدة في النزاعات القائمة الآن على الملكيات الفلسطينية في المدينة؟ نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي يواصل يعني سياسة التهويد في مدينة القدس المحتلة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا يعني يواصل سياسة التهجير والاستيلاء على المنازل ويعني قضية حي الشيخ جراح وقضية الأحياء المقدسية خاصة أحياء سلوان المهددة بالتهجير، وكيف هذا الاحتلال الإسرائيلي يعني يزور التاريخ ويسرق المنازل من أصحابها الحقيقيين. ربما نستطيع أن نعول على مثل هذه القرارات في المستوى العربي والفلسطيني، أنه أن نستفيد من مثل هذه القرارات في أن يعني أن نكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياسة التهويد وسرقة الأرض الفلسطينية والأرض واحتلال الأراضي العربية. نستطيع أن نستثمر مثل هذه القرارات في يعني نستطيع أن نقول عن تشكيل عزلة دولية لهذا الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني، وأيضا يعني استمرار احتلاله للأراضي العربية التي احتلها عام 1967، وهي أيضا تعكس حقيقة يعني لا يلتزم بهذا القانون، وبالتالي هو يعني بهذه القرارات فبيعكس الوجه الحقيقي للاحتلال. إلى أي مدى تعتقد أن المحاكم الصهيونية ربما ستطبق القرارات الصادرة من الأمم المتحدة بشأن نزع ملكية الفلسطينيين وتغيير جغرافية المدينة؟ يعني أنا لا يعني لا أتوقع أن تلتزم المحاكم الإسرائيلية، يعني كيف لهذا القاضي هو الإسرائيلي وحاكم المجرم الإسرائيلي، أو أن هذه المحاكم يعني هي المجتمع الإسرائيلي برمته في المستوى السياسي والشعبي يعني لا يلتزم بالقرارات الدولية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المحاكم لن تلتزم، وهو ديدا هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأي قرار دولي يخص الشعب الفلسطيني وينصف الشعب الفلسطيني ويعطينا حقوقنا كشعب فلسطيني، وبالتالي هو لا يلتزم. هذه سياسة الاحتلال، كانت هناك العديد من القرارات سابقا، قرارات تتعلق بموضوع وقف الاستيطان في القدس والأراضي المحتلة عام 67، لكن الاحتلال يواصل سياسة الاستيطان، ويوميا هناك قرارات إسرائيلية عن هذا الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنات إسرائيلية في مقامة على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي أنا لا أتوقع شخصيا أنه أن هذه المحاكم الإسرائيلية، ولا نثق بالجانب الإسرائيلي بكل بمختلف مستوياته أن يلتزم بهذه القرارات الدولية. هل يمكن أن يوقف قرار اليوم الصادر عن الأمم المتحدة حكومة بنت ببناء مستوطنات جديدة؟ لا يعني لم، انا قلت ان هناك كانت قرارات سابقه في موضوع وقف الاستيطان في مختلف الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه، لم يلتزم الاحتلال ويواصل سياسه الاستيطان وسياسه التهويد. يعني مجرد اصدار قرارات والامم المتحده ومجلس الامن يدرك ان هذا الاحتلال الاسرائيلي لا يستجيب ولا يلتزم لهذه القرارات، وبالتالي الامم المتحده ومجلس الامن مطالب يعني باتخاذ خطوات يعني اكبر واكثر جدوى من موضوع فقط القرارات، لانها تدرك تماما انه هذا الاحتلال عبر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا يلتزم بأي قرارات دولية ولا
ولا يعير اهتمام لمثل هذه القرارات، بل يواصل سياسة التهويد، يواصل استيطان واعتداءه واحتلاله للقدس واعتداءه على شعبنا الفلسطيني. وبالتالي الأمم المتحدة يعني يجب أن تبحث عن سبل وأكثر جدية في أن تجبر الاحتلال الإسرائيلي على التزام مثل هذه القرارات. من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية السيد ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.